وبعد عملت فرقة بريفي خدمت فيها، وبعد تعاملت مع المسرح الوطني مع فرق خاصة. معناتها يعني مشيت في اللي نجم نقوله لي دو كوتي، الدولة والبريفي. خدمت مع الدولة وخدمت مع البريفي. فما حاجات جيماجين تفرق ما بيناتهم حاجات فنيا يمكن تفرق. مادي سي ديفيرون، خاطر فما قانون في المؤسسات الحكوميه كما لي سونتر دو دراماتيك، وتبدا الصغاريه تبدا عندك حاجات ما تتمتعش بنفس الحقوق اللي تتمتع بها البيجيست ماتريالمون. فنيا يعني تعرف قبل الداك قبل الثوره شيء، وما بعد الثوره شيء. هو يعني المسرح قبل الثوره بالنسبه للفرق الجهويه، ملي تكسرت الفرق الجهويه جابوا يعني تحلت الفرق الجهويه، والممثلين اللي كانت شاده الجهات يعني هي اللي كانت يعني الدفع تعطي. خدمت ركزت مليح المسرح في البلاد وقت اللي تحلت، ولوا عندها دو سونتر يعني تحس ضعفت. المد الثقافي اللي يجي اللي خارج من الجهات ضعف، ما عادش عندك من ينتج، ما عادش عندك من شكون يروجوا. سي كيفي تهد المسرح عنده مده قبل الثوره ملي تهد بور دو بون تهد. يعني الممثلين اللي ضايعين على ظل وجههم في البلاد اكثر من اللي قاعدين اللي يخدموا. تحكي على الممثلين بصفة عامة، مش الممثلين اللي خارجين من الأكاديمية ولا ولا اللي عملوا بصفة عامة. حتى المتخرجين من ليزان فين كان عندهم نجم ياخذ؟ فين كنت؟ خاطر فرقة الكيف أول ما تكونت فرقة الكيف، الناس الخريجين معهد المسرح السي ار دي، ما كان يسمى بالسي ار دي، الناس كلها تعادت على سونتر دار دراماتيك. الناس كلها تعادت على الفرق الجهوية، غلظت الفرق الجهوية. يعني التلميذ وقت اللي يتخرج عنده فين يخدم، توا كي يتخرج ما عنده فين يخدم، وفين مش نجم يخدم. الفرق البريفي ماهيش في مستطاعهم باش تخدم خريجي المسرح بلوس لي فريلانس ولي زوتو ديداكت اللي في البلاد. والفرق الخاصه عندها مجموعات خاصه تخدم تتعامل معاها في مسرحها في رؤيتها المسرحية عندهم والفرق الخاصة أنا اللي لاحظته اللي هما ما همش قاعدين يبدلوا في الكومباني متاعهم ولا يجدوا. توا فما معناتها دي كومباني معروفين في تونس يخدموا ديما بصفة عامة افيك لي ميم كوميديان. ما همش الكل خاطر فما مش الكل ايفيدامون، اما براتيكمون فما الكل. خاطر فما دي بيلي في كل فرقة خاصة، فما اللي كونوها بيان سور في يعني كم من مخرجين من ممثلين سو كيفي فما البيلي. اما قاعدين يجي يعني يشركوا في ناس اخرى، والناس الاخرى هذه يعني خاطر مثلا احنا في الحمراء، انا كي جيت للحمراء يعني جيت بعد ما يقارب 32 مسرحيه عندي قبل القديمه، فهمت؟ وبخلاف مسرحيات اللي عملتها انا من 2005 كي جيت من 2005 دخلت ديريكت في الحمراء 2009 قعدت بقيت نخدم في فرقتي الخاصه سيرتا تياترو. كيف عملت اعمال في الفرقه الخاصه. وقت اللي جيت للحمراء ما جيتش ناداني قانون بتليفون يعني كوم كوا استحق لي باش يخدم معايا. سمعت كاستينج، جيت كيما تجي الناس للكاستينج كيما يمشي للسينما كيما يمشي للتلفزه. وعلاش كي يسمع بكاستينج في التلفزه يمشي؟ وعلاش كي يسمع بكاستينج في السينما يمشي؟ وعلاش كي يسمع بكاستينج في مسرح ما يمشيش؟ وعلاش ما يقبلش الحاجات اللي يلزم يتعدى به الممثل؟ يدخل في ستاج يشوف باش هو التجربه اللي عديناها في ال 15 يوم الاولى وال 15 يوم الثاني، انت كان عجبك تواصل، كان ما عجبكش تمشي. وهو نفس الشيء، كان عجبك يواصل معاك، كان ما عجبكش يواصل معاك.
سيبو هكا تنجم الناس تخدم، ما يبقاش يعني يستنى في مخرج يعرضوا بارازار في البلاد يقول له محلاه محلاه وجهك يجي يخدم معايا. اي هذه خدمه، هذه مهنه، هذه مهنه، هذه مهنه، هذه مهنه، وعلى قد ما يعني تخدمها تخدمك. ما بون انا ماتريال ما عاوني شيء مصر. بالعكس اش معناتها؟ انا ماتريال يعني اي معناتها جو فيدير ماكش عايش بيه. مانيش عايش. يعيش فيك؟ يعيش فيك المسرح؟ عايش فيه ونعيش فيه انا. لا انا معيش بالباهي. لا هو معيشني بالباهي. خاطر اش معناها انا مانيش معيش بالباهي؟ انا مثلا كي نخدم في 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 في, في, في المسرح ما عنديش امكانيات اللازمه باش نعمل العمل الفني اللي في مخي اللي يرتقي اللي في مخي اللي نخمم فيه. يلزموا ماتريال، يلزموا فلوس. وانا كي نتعامل مع فرق خاصه ولا نتعامل مع يعني فيك ان سالير في فرق كيف حكايه فارغه لي كونترا تعملها مع فرق خاصه جوست بور لا كرياسيون وبعد كرياسيون بعد اذا كان خاطر المصيبه الاكبر هي اللي موجوده توا تتعامل مع مع فرقه مع خاصه ما تبقى معامله كان على العروض نتاع الوزاره ما فماش هكا لونجاجمون هذا اللي يفرق ما بين هذا الفرقه الخاصه ولا الفرقه هذوما الفرق الخاصه أي. ولا الفرق معاملين كان على السبفونسيون نتاع الوزاره ديفيزيون نتاع الوزاره بورتون كي نحكيو مع الفرق الخاصه يقول لك الوزاره ماهيش تعطي فينا في حتى سبفونسيون ولا قليل معناتها صحيح ماهيش ديما ماهيش ديما تعطي فينا لكن فما فرق خاصه يعني مش لازم يعني نسمو ناس بس ما نسموش ناس اخرى فما ناس من فرق خاصه ياخذ دعم اما يخدم كان العروض تاع الديفيزيون نتاعو ما سونجاج با تونديسك نحن يعني تو في الحمراء اللي نعتبر روحي مومبر هذه يعني الكومباني نتاع الحمراء مع الحمراء اللي نحن وصلنا في 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 اخر ساعه عملنا 100 عرض 100 عرض مش الكل ربح ماهمش الكل ربح فهمت ماهمش الكل رابحين فيهم فلوس فما ماخذين على كاهل على كاهل على حاجات اخرى على على كاهل اي الحمراء معناتها متسميه زاده على لونجاجمون نتاعها معناتها بارابور الثقافه نتاع المسرح ليدوكاسيون نتاع المسرح البيداغوجيا نتاع المسرح معناتها ماهيش تعمل في المسرح جوست باش تصور دي بي ولا دي تجيب دي سبيكتاتور باش يعني سي با ان مارشي مي تعدي زاد في عندها دوتر اوبجيكتيف هكا ولا لا عندها دوتر اوبجيكتيف هي لكن فما مسرح حتى تو مسرح مي اندستريال انا نخدم مع وزاره الثقافه من عام 78 العام 2013 المبارك ما عنديش ما عندي حتى شيء ما عنديش لا نتمتع بالحقوق كمواطن ساعة مواطن اللي ما عندي حق ما عنديش سي ان ار بي اس ما عنديش كان سي ان اس اس اي هذه كارثه كبيره مثلا ما عنديش سالير هكا ولا لا ريم تو في النقابه انت معناتها تعايشه بها عايشه معها كاداره الحكايه يوميا هي الكارثه حتى باش نقص على بحري خاطر قال حاجه معطيات مهمه في الكلام اللي تخلينا نفهم الوضعيه بلوز ما شنو هي بالضبط قبل وبعد وكان باش تبقى هكايا معناتها سدانت في الفن وتنت وانت في كل شيء خلينا نتفقوا ساعه اللي يعمل في المسرح فنان معناها انسان يلزمو ياكل ويشرب ويربط وعنده مسكن لائق وعنده جمله من الظروف الحياتيه اللي تضمن له الكرامه. البحري من عام 77 في المسرح مثلا وغير البحري كثره وفما شكون كلاه الدود والتراب وهو تحت حيطه في تركينا. علاش؟ على خاطر ما فماش قوانين واضحه تحمي المهنه هذه. اليوم الفنانين المسرحيين وليش نقول الفنانين وجنرال في المهموتة معناها الفرانك اللي باش يجي ولا الكرياسيون اللي باش تجي هي تعطيني نخلط على 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 جوست
نخلط على قهوتي ونخلط اني نوصل الخبز لاولادي ونخلط اني نجم نركب في مترو، معناها ما وصلش الاحلام فهمتني تاع انه يشري كرهبه و و و و و و. فما قوانين سافره، قوانين يعني نمشي لابعد اللي هي مساهمه في النكبه هذه. البحر قال معطى مهم زاد يخلينا نفهموا الوضعيه وقت اللي كانت الفرق الجهويه القاره وكان فما من التنويري في تونس بعد حقبه الاستقلال وبعد الموفمون مي 68 وبعد هذاك الكل توجدت فرق جهويه للمزرعه، توجدت نوادي سينما، نوادي فكر، المقاهي الثقافيه، الناس في الجامعه، في المدارس، في كل شيء فما سياسه بلوز اوموان كانت تخلي تخلي هالفكر نايرة والتقدمي او الفني ماخذ الحظ نتاعو. ضربت الفرق القارة وخلقوا ما لانه علاش ضربت زادة؟ خاطر الناس وقتها كانت كي تتقابل تتفرج في العروض ولا تمشي تتناقش كتاب ولا تمشي لامسيه شعريه ولا تتفرج في فيلم، كانت النقاشات نقاشات بالرسمي تثقيفيه. يعني تنجم تهدد في وقت ما السلطة بتاع بورقيبة وقتها هددتها بالفعل كما في الرسم زادة والنحت وغيره وغيره وغيره. ضربت الفرق الجهوية القارة وعملوا لسانتر مراكز الفنون الدرامية والربحية وأسسوا في تونس ولات دولة، معناتها السيستم دخلت في السيستم كي دخلت في السيستم بتي علة التحديث وتي علة تجميع القوى و و و و لقيت الناس فهمت رواحها في الفرق الجهوية. مثلا أنا نعطيك ديكا تو موجودين في تونس، البحر عنده طول نفس وفما شكون زاد في عمر البحر وغير البحر، النساء والرجال عندهم نفس، أما فما شكون لقى روحه يخدم أوفريي في دار ثقافة ولقى روحه يخدم شاوش فهمتني وياخذ فيه 120 دينار شهريا للتو وهذا موجود في تونس. عملوا إدارات تابعة الوزارة التابعة السلطة. به بعد هذاك شنجو شوفوا قانون من القوانين اللي تعمد في علاقه بالمهنه والموجوده تو في الرائد الرسمي، حتى شيء منها ما هو قاعد يطبق على ارضيه الواقع، حتى شيء الا القله القليله اللي قاعده تخدم فهمتني بالقانون تحاول تحترمه شوي. اليوم كان شد القوانين الخاصه بالمسرح معناتها ندبهم الدور اللحيه والقوانين تحكي عليهم مكتوبين بالفعل معناتها موجود. اما قاعدين تيوريك ما همش ابليكي. ودي هي ساعه انا القانون مثلا نحكي على قانون مهن الفنون الدراميه هنا مثلا يشتغلوا بالقطاع المسرحي معناتها الا الممثل والتقني والسينوغراف واللي يعمل في الملابس واللي قد في الموسيقى و و و وتلم التلفزه المهن نتاع المسرح الكل وتهم التلفزه والسينما. كي تشوف في ظل سامحني في الكلمه هالتشليكه الكبيره، التشليكه الكبيره عندها غايه زاده يا خويا، هذوما يقلقوني خاطر عندهم افكار والمتعارف عليه انه المسرح فن حي بالاساس. يعني العلاقه اللي بين المتفرج والممثل اللي على الركح فما علاقه اخرى خاطر فما قرب فما حكايه معناها خاطر المسرح يقول لك خاطر فيك عقل. المسرح بجميع تفرعاته مش على خاطر كيما الفودفيل كيما السياسي كيما الواقعي كيما غيره، يخاطب عقل. دونك وقت اللي تقلق السيستم كل مره يجحف في القوانين. مثلا الشركات اللي كان يحكي عليها بحري، الشركات اللي يحكي عليها بحري عندنا واش 200 شركه نتاع انتاج مسرحي، واش 200 شركه. الشركات الكل في الـ في الـ في الـ في كارتابلا ويعمل ياخذ دعم يقول لك اسمع عندي فرصه نتاع دعم هي تعطيني نسلكها نعمل عريضات وزاره وكذا وكذا. والشيء الاخر مثلا في المؤامره اللي ماهيش مؤامره الخريجين وقت اللي انشئ معهد الفن المسرحي في تونس وحبوا يفرغوا القطاع على مستوى عمل على مستوى حركيه مسارح وعلى مستوى انتاج وغيره، ألحقوا الناس اللي تتخرج اوتوماتيكمون كانك استاذ عربيه ولا مات ولا فيلو باش تمشي تقري في المسرح. وفيك هما شافوا الوضعيه اللي عايشها اللي يمتهن اللي ياكل في الخبز خاطرها مهنه ياكل منها في الخبز يقول لك هو تعذب وتمرد خليني نمشي نقري وتو اعطيني تو نعيش سافا انا وشهريه الحاكم ومسمار في حين.
كان الامر كذلك. وستاتيو سوسيال سامحني لي خاطر وكان الامر كذلك. بعد كي تشوف الوضعيه للي ياكل منها في الخبز خالط على الخبز، وللي قري وهو استاذ ومن حقه راهو انه ينتج ويخدم في المسرح خاطر ماهيش حق على اكس ولا اي وزاد، عنده شريك ويخدم في ويقري في تبع وزاره التعليم، التعليم وزاره التربيه وتلقاه زاد يخدم مع في التياترو وكذا ويقادش وكذا. شنو هذا شنو ادى؟ ادى الى مشهد ضبابي داخل بعضه بين ناس اللي تدافع على المهنه وتاكل منها في الخبز والاخرين، دون ما نحكيوش على الدخلاء وعلى غيره، هذاك مساله اخرى. في الوسط هذا الكل تحس قطاع بالرسمي منكوب، وتظهر النكبه مش في المساله هذه برك، على مستوى الانتاجيه والحركيه المسرحيه في تونس. اعطيني شفمه في البلاد، اعطيني شفمه في البلاد، مع ان لازم نرجع نقول اللي يخدم ربي عينه، بالعكس بحب الناس تخرج، الناس تتفرج، الناس تعمل. بن علي ايش عمل؟ بن علي خلق مسرح السلطه نتاعه وجهته، وتسيبت عاد من غادي تشوف انك كانك انت تحرف في البحر، وهذوكم يخدموا ربي عينهم وعندهم البوبليك، وخرجت الموجه الربحيه، الموجه الربحيه بتاع التياترو، مش كمهنه انك تحاول تفعل فيها وتطورها وتردها، معناتها ضروره حياتيه، لانه احنا في تقديري انا الثقافه حق ضروره حياتيه، كما ناكل الخبز، كما ناكل نمشي نداوي، كما نمشي نعيش، من حقي اني نتفرج ونقرا ونثقف ونمشي نحضر ليزيكسبو بانتور ونشوف ونخدم مخي وكذا. ادى الى الضبابيه هذا الكل. مع زادك تشوف انت حتى في التدريس الناس اللي تقري في المسرح في المعاهد، ناس معناتها سباهه، معناتها فرقه واضح طب، تجي تشوف الارضيه الواقع، تمشي تحكي مع وزاره، نفس الممارسات نفس الطريقه، انت تجي تقول يا وزاره راهو فما ناس يا سيستيم. اي وش عمل عاد كمالك بن علي في فازة انه خلق دوكو، تشوف انت موجه نتاع نوعيه نتاع مسرح تقتل الموجه الاخرى. سامحني وقت تولي منطق الشعب يحب اللعب والجمهور عاوز كده، وتلقى روحك انت مهمش مجوع خاطر ما عادش تنجم تقدم، هذاك عنده فلوس وراه سبونسور وراه مدري شنو وراه مدري شنو، وقادر يكري وقادر يخدم ويعرض وراه الناس تخدم له وتسوق له. احنا ولا الناس اللي تقد في المسرح اللي بالحق، معناها حتى الاخر مسرح راهو كي تخدم في اصوله ولي محترم، تقد تخدم على روحك تلقى روحك شنو معناها، وين وسط هذا الكل؟ المصلحة شكون هذا؟ هذا المصلحة شكون؟ مصلحة السيستم وقتها كول هاكا الضحك اضحك كول وكل وكول وكل زاد وكول وكل واسكت وقص وما عندك حتى حل وما عندك مش قلتك انت. دونك على المثقفين على الفنانين على اللي يقدوا في المسرح واللي يعملوا في البانتور وعلى اللي يعملوا، الكل يأمنوا بضرورة مسؤوليتهم اليوم باش ينهضوا بالقطاع، باش ينهضوا بالقطاع نتاعهم. وهذا ما يتم إلا عبر يعني عمل كبير وكبير وكبير ومجهود جبار جدا، خاطر كي نشوفوا نحن اليوم في هالفترة الانتقالية اللي ردوا هنا مرار معناتها وحاجة من كثر ما تندب ضحك سودو سويت، ودخلنا في الشيء قاعد ياكل فينا، ياكل في المسرحيين وياكل في الثقافة والناس الكل تتفرج. من الثورة لتو زوز وزارات عاقبوا هما على وزارة الثقافة البشاوش وحلال والمهدي مبروك، صدقني قمة في التزلف والتسويف، قمة في التزلف والتسويف. تقولوا يا وزارة هاو فما راهو فما لجان اليوم، لجان باش الناس تنجم تتحرك، كيما لجان بطاقة الاحتراف في المسرح أو لجان دعم وتوزيع أو يقول لك لا والله مربوط بالهيئة العليا. جوستومون بارابور لبطاقة الاحتراف وبطاقة المهنة زاد، كيفاش معناتها كيفاش
خاطر صارت بوليميك كبيره ومازلت اسكو دايوغ مازلت صايره ولا لا على الكوارت الكوارت نتاع المسرح الكوارت في المسرح تقولش عليها الكارت هذيك باش تعطي بربي الكارت هي توا انت كنقابيه ريم الكارت هذيك شنو ما لي زافونتاج سي اون بو دير اللي تعطيهم اسكو تعطي ستاتو سوسيال سامحني تعطي سي ان ار بي اس تعطي واحد مريض يمشي داوي بروفيسيونيل من الناس الوالا معناتها اللي جيماجين بروفيسيونيل انا ما عنديش كارت بروفيسيونيل ومانيش ناوي علاش على خاطر كي تقول لي كارت بروفيسيونيل انا نعطيك لمحه تاريخ قبل كارت بروفيسيونيل اي بطاطا تتوزع اللي يقول لك انا ممثل نورمال فيرملي ولا بابرمان ولا اللي هو تلقى عنده كارت بروفيسيونيل ويشريوها بالفلوس زاد يودي برشا ملفات فساد صار ترافيك معناتها إيه اليوم مثلا في الحقبه هذه تقول له به يا خويا الكارت البروفيسيونيل هذيك ماذا تعني؟ تعني انه السيد هذا الممثل ولا التقني ولا اللي هو راهو هذيك الكارتة نورمالمون ياكل منها في الخبز والكارتة هذيك بها ينجم ياخذ ينجم يدافع على كونتراتويه وينجم يناقش وينجم ياخذ الحق معناتها المكفو بالكارتة هذيك نورمالمون تضمن لك الكرامة نتاعك توي ارتيست يا ربي معناها فنان مسرحي ماكش ليه هذا الكل وليه الكارتة كي تاخذها كيف ما تاخذهاش في تونس والا ياخذوا لي كارت بروفيسيونيل وتبدا عاد تتوزع نورمال الدنيا وبرا حاول تفهم اليوم الرقم حتى كانت تنجم تنفع حتى في قناه في السينما في تنفع في نورمال مو تنفع في التلفزه وفي التياترو في السينما صاحب البطاقه في كيما موجود في مصر وفي موجود في سوريا البلدان العربيه هذا الموجود فيهم النقابه تو نا با دروا انت باش تجيب ان كوميتي تنجم تعمل سينما يعني صدفة تتقابل مع انجيني في التمثيل يحاول في البلاد يجدوا يحطوا في فيلم يطلع من اربع متعمل لكن فما ثلثين المفروض باش يخدموا باش يخدموا سينو ماشي اللي تيليتي تاعنا احنا طرحنا مشينا قلنا كارت بروفيسيونيل يا سيدي باهي باش ما نكونوش قاسيين باش قاسيين خلينا ننظموا اللي ياكل منها في الخبز واللي عنده معناتها كل المؤشرات هو محترف وياخذ الكارتة هذيك مش كيفه كيف الأستاذ أول يمارس مهنة أخرى من حقه أنه يمارس المهنة ولكن بشروط هذا زاد قلنا مشينا لما أبعد بالنسبة للمحترفين الهواة أو الناس اللي عندها اللي شافها مخرج كما قال بحري وقال هيا خنجيبو يخضع لجملة من المقاييس احنا في تونس فما لخبطه تعرف شنو هو لخبطه راس المجنون اليوم وزاره الثقافه خلينا نحكي لك حاجات بعد الثوره فما ملفات عالقه تاع حالات اجتماعيه فما ناس كما كنت نحكي لك التوا مازالوا ياخذوا في 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 في, في 120 دينار فما اللي ما ياخذش جمله وهو مقيد على وزاره الثقافه اللي هو فنان محترف ممثل مسرحي محترف ما فماش الملف هذا وغاب في 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 في, في الوزاره على حكاية البطاقة الاحتراف نفس الشيء على حكاية التوزيع وإنتاج ودعم العروض اليوم الناس حابسة اليوم الناس حابسة تخدم في ريسك أكثر من اللي كان أنا كلم جروب مش نظمه على مسرحية ومن بعد نلقى فمي للريح يصبر معايا مرة اثنين كيف كيف كما هو يلزمه ياكل أنا يلزمني ناكل أنا يلزم مثلا المسرحية متاعي تخدم باش النجم وناكل الناس الكل أما كي تصدم في مغامرة فهمت من نوع هذايا يعني تصدم في مغامرة هذه يعني هذه مجهول يعني بدلوا تو تنحت الكوميتي سونسيور اي لجنة الرقابة الرقابة اما هاكا نحات اي لجنة الرقابة كيفاش كيفاش الرقابة وقتاش نحات وقتاش رجع نحات بعد الثورة بعد الثورة جوست ابخي اي وهي معناتها توا كما لجنة الرقابة اللي هي كانت أكثر واحد فايق فيها لجنة الرقابة هو اللي تبع وزارة الداخلية أكثر واحد هو اللي يعطي التقارير وأكثر واحد توا هكا نحاولنا الرقابة تبارك الله علينا مسؤولين نحن بربي الرقابة نتاع المسرح خاصة ولا رقابة لا مسرح خاصة لا اسمها لجنة التوجيه المسرح توجيه المسرح يوجهك انت بتعرفش لازم هو يقول لك تمشي هكا وهكا اليوم هكا قال لك هكا حر واخدم اما راهو انت راهو في الريسك ما تعرفش على روحك الفلوس وقتاش باش تصب خاطرنا مربوطين شئنا ام ابينا بويسك ما فماش صناعة نتاع مسرحية فماش اون اندستري أختي ستيك في تونس الناس الكل مربوطة بوزارة الثقافة أما تخدم في المهموتة
سامحني الناس اللي يحب يعمل، فما شباب توا وفما ديزيسباس تحلت في تونس وفما افق، اما هذا الكل يقابل بالوزاره حتى اتوا ما ندريش، واللي تسال يقول لك ما نعرفش. حاجه اخرى اليوم المشكله في الميدان الفني والثقافي عموما، معناتها الفكره ولا الواحد يتحاسب عليها؟ الفكره تتحاسب عليها. كنشوف اليوم انا موجات مثلا اللي يغنوا الراب ولا اللي هو حر، صحيح فما اطر وحدود، اما وقت اللي توصل انت تحب تشكلي في الـ في الـ في في الدستور اللي ما ندروش عليه وقتش يحضر، تقول لي تحب تدق لي المس بالمقدسات وتحب تحط لي كيفاش هي الاضرار بالامن العام او حاجه كيما هكا في اطار ما يكفله القانون. انت علينا القانون وشنو هو الامن العام وشنو هو المقدس من منظورك انت؟ اذا كان المسرح كقطاع هو بطبيعته عامل هكايا طايح منكوب والناس ولات تحب تهز بعضها حتى بالكلام، يزيدوا رزنوا فيه بالمسائل هذوما، ما ماشي رزنوا فيه، يزيدوا انا نمشي نمحوه، يحبوا يزيدوا نمحوه. وصارت الحكايه التهديد في الوجود في الحياه، كما مثلا اللي صار الاساتذه استاذ المسرح رجب المقري، وكما صار بعض الاستاذين اللي قروا في الفنون التشكيليه، وكما توا وغيره، وكما هاو منع الكفيلم، كما اش معناتها؟ معناها انت تحب تحط هالفنان هذايا ما هو بشر، ما هو تهمه البلاد.